بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم رح نبلش بشابتر جديد اللي هو شابتر 6، بيحكي عن الليست اند تابلز. هما طبعا الشابتر هاد فيه ليست وتابلز وسيتس وديكشنري. مطلوب منك الليست اند تابلز. رح نشوف شو يعني اول اشي الداتا ستراكشر اند الجوريثمز. الداتا ستراكشر هو بارت اوف ذا ساينس ان كمبيوتر ساينس، از ذا ديزاين اند يوز اوف داتا ستراكشرز اند الجوريثم. جزء من علم الكمبيوتر كمبيوتر ساينس هو انشاء تصميم data structure مناسب وخوارزميات مناسبة. As you go on in CS, you will learn more and more about these two areas. بحكي لك كل ما مشيت وأخذت مواد بالCS قسم CS رح تعرف شو يعني data structure، شو يعني algorithm. طب أحكي لك أنا شو يعني data structure. Data structure اللي هو مكان مناسب لتخزين البيانات، مكان مناسب لتخزين البيانات بحيث أقدر أتعامل معها بسهولة. Two data structures are particular ways of storing data to make some operation easier or more efficient. شوفوا بدي خزن البيانات بطريقة يكون الوصول إلها سهل حسب المشكلة. طبعا شو الطريقة؟ بيكون حسب المشكلة. رح تأخذ موضوع كامل اسمه data structures، مادة كاملة. رح تأخذ مادة عن الخوارزميات ومادة عن data structures. هي طريقة لتخزين البيانات بطريقة تمكنني من استخدامها بطريقة فعالة efficient، مش أقعد أدور على كل قيمة بطريقة، لا بدي أستخدمها بطريقة فعالة. That they are tuned for certain tasks. حسب المشكلة، كيف طب بدي أخزن البيانات، كيف أخزنها، شو الطريقة اللي أخزن فيها البيانات حسب المشكلة اللي أو المهمة اللي بدي أديها البرنامج. Data structures are suited to solving certain problems and they are often associated with algorithms. والداتا ستراكشر هي دائما اي مشكله بدي احلها اكيد فيها بيانات، والبيانات اكيد لازم اخزنهم بطريقه معينه. اذا الداتا ستراكشر مرتبطه بكل المشاكل. هي الداتا ستراكشرز كيف اتعامل مع البيانات هي مرتبطه بكل المشاكل، تقريبا بمعظم المشاكل. في مشكله بدي احلها بدون بيانات؟ اكيد مستحيل. بدي حل مشكلة بدون بيانات، بدون inputs. أنا بدي حل مشكلة بدي أخذ inputs وأعطيك وأرجع نتائج. وهي مرتبطة بالخوارزميات. أنا بخزن البيانات بطريقة معينة بس بدي أشتغل عليهن. طب الشغل عليهن مثلا بدي أرتبهن، بدي أوجد أكبر قيمة أقل قيمة، بدي أحل إشي معين، بدي خوارزميات للشغل على الداتا. Kinds of data structure، أنواع البيانات، أنواع data structure، أنواع طرق تخزين البيانات. Roughly two kinds of data structure. في عنا built-in وفي عنا user-defined. بحكي لنا مقسمينهن لbuilt-in data structures. شو يعني built-in؟ built-in الجاهز الموجود باللغة، المعرف باللغة. Data structures that are so common as to be provided by default. ما اللي هو الإشي الشائع مبرمج تلقائيا. في كثير بلغة بايثون مبرمجة معظم data structure. List, التابلز، الديكشنريز، السيتس، الستاك، الكيو، كلهم برمجيته. دبل اندد ستاك، دبل اندد كيو، كلهم برمج داخل كبيلت ان كلاسز. السترينج كله موجود جاهز. في يوزر ديفايند داتا ستراكشر. يوزر ديفايند انت اللي بدك تتحكم باشياء معينه، ممكن تعمل كلاسز خاصه فيك، مثلا ستاك بدك تخزن بطريقه الستاك، تيجي تعمل كلاس ستاك. ممكن تستفيد من الاشياء الموجوده البيلت ان، بس انت بدك تعمل اشي خاص user defined data structure بحيث انك تقدر تتحكم بكل كل الاطراف، كل الاوبريشنز. classes in object oriented user defined اللي هي الكلاسز، بدي اعمل كلاس عشان اعمل مثلا list، بدي اعمل list جديده غير الليست الموجوده البيلد ان، بدي اعمل كلاس list 2 مثلا اسميها. that are designated for a particular task. Python built in data structures. بالبايثون الداتا ستراكشرز الموجودة عندي، في عندنا ليست، في عندنا تابلز، في عندنا سترينج، السترينج أخذناه زمان، ديكشنريز، سيتس، أند أذرز. مش بس ديكشنريز وسيتس، يعني شابتر 8 بالكتاب، كأنه بالكتاب هذا شابتر 8 في ليست وتابلز وديكشنريز وسيتس، والسترينجز أخذناها مسبقا، وفي كمان ستاك وكيو. في داتا ستراكشر مبنية جاهزة بلغة بايثون كثير. إحنا رح ناخذ الليست والتابلز والسترينج أوريدي تيكن، خدناها مسبقا. نبلش بالليست. The Python list data structure. A list is an
ordered sequence of items. شو الليست؟ هي مجموعة من القيم المرتبة. الأوردر مش المقصود فيها أنها sorted مرتبة، لا، معناها أنه التتابع فيها مهم، يعني من القيمة الأولى، من الثانية، من الثالثة مهم، مش أنها مرتبة يعني رح ألاقي القيم مرتبة، لا. A list is an ordered sequence of items، مجموعة items، القيمة الأولى أولى، الثانية ثانية، مش إنها sorted، مش إنها مرتبة بمعنى ordered، مش بمعنى sort، لا، بمعنى إنه العنصر الأول خلص، عنصر أول، ثاني. رح نأخذ مثلا الست، الست المجموعات مناش نأخذها الست، بس الست مثلا هي زي الليست بس ممنوع فيها التكرار وما فيهاش ترتيب، ما فيها ترتيب، يعني ممكن بقول لك القيم 3 4 5، قلت لي 3 4 5، 4 3 5، 5 كلهن صح. اما الليست لا، اذا قلت لك الليست فيها بين براكت 1.5.6، خلص اذا العنصر الاول 1، العنصر الثاني 5، العنصر الثالث، وهكذا زي ما حددته بالضبط، الترتيب اللي حددته انت رح يضل ملتزم فيه. You have seen such a sequence before. احنا شفنا هذا السيكونس. السترينج. السترينج هو حاله خاصه من الليست. السترينج هو مجموعة من الكاراكترز. هل كانت ordered characters؟ ordered. Ordered مش sorted. Ordered. كان الرمز الأول كنت أقول له string sub 0، الثاني sub 1، sub 2، sub 3، sub 3، الأخير sub سالب 1، متذكرين؟ لأنه السترينج هي حالة خاصة من الليست، وهي عبارة عن مجموعة من الكاراكترز. طب الليست شو رح نشوف؟ هي مجموعة من القيم. ميك ليست، كيف بعمل ليست؟ كيف بعمل ليست؟ متذكرين السترينج كيف عملناه؟ السترينج كيف عملته؟ السترينج عملته اما باب مثلا باجي بحكي هون اس تساوي هلو، اذا بتتذكروا السترينج، يا بحط قلنا القيمه بين كوتيشن، دبل كوتيشن او سنجل كوتيشن او تريبل كوتيشن زي ما تعلمناه، او بستخدم ايش؟ أو بستخدم الـ str اللي هو الكونستراكتر للسترينج. الـ str شو هو؟ كونستراكتر للسترينج. باجي بقول له s تساوي str str of مثلا hello. هاي طريقة ثانية، راح ينشئ السترينج قيمته hello s، كلت الحالتين s قيمته hello، صح؟ إذا بتتذكر السترينج. طب الليست هسه هيها hello hello، ثنتين متكافئات. الليست كذلك تقدر تعمل ليست انك تحط قيم، طبعا الليست شو هي؟ مجموعة قيم بين براكت، تحصرهن بين براكت 2 سالب 1 5 6 9 3. طب لو بدي احط، طبعا لغة بايثون تسمح انه يكون خليط، العناصر تكون خليط، هاي مثلا حطيت فول ترو فلوت 1.5، شوف 1.2 بالعشرة، هاي برنت ال، حطيت له مجموعة قيم بين براكت مفصولات فواصل، هاي أول طريقة، هاي ال شايفين. الطريقة الثانية استخدم constructor list، أجي أحكي له ال يساوي list، constructor اسمه list، وتحط هاي نفس البراكت، بس هون لو حطيتن بين براكت، لو حطيتن بين أقواس القيم، خلص هو بيحولهن للست. هاي برنت ال، راح تكون متكافئة، استخدمت constructor الليست. طب ضروري احط بين براكت، اذا استخدمت الطريقة المختصرة عشان يعرف انها ليست ضروري بين براكت، لانه اذا حطيتها بين اقواس راح يعتبرها تبل، التبل بين اقواس. والبريسز، البريسز هاي الليفت بريس والرايت بريس ست، اعتبرها ست، اللي بيعتبرها ليست اللي هي البراكت. طب إذا بدي استخدم constructor list ممكن تحطها بين أي إشي بدك إياه، لو حطيتها بين أقواس عادي، لأنه راح يحولها بالآخر لليست، هو راح يحولها ليست. شفتوا لما طبعتها طبع لي إياها بين براكت، حتى لو كانت تابل، هون كأني بعطيه تابل، أنا تابل مكون من مجموعة قيم، هذا التابل حوله لليست. طب لو أعطيته إياها بين براكت كمان صح. طب لو أعطيته string، إذا بدي استخدم الكونستراكتر، شوفوا ال1 يساوي list، لو اعطيته string بصير؟ بصير. شو السترينج؟ شو ال1 راح يطبع لي؟ شو راح يطبع لي ال1؟ راح يطبع لي ال1 ليست فيها الحرف اتش لحال، واي لحال، وال لحال،
رح ياخذ كل عنصر اللي هي قبل شوي قلنا السترينج هي حاله خاصه اللي هي مجموعه من الكاركترز. شوفوا الوان شو رح تكون اتش لحال اي ال ال او بين براكت حول السترينج لليست. يعني شو ما اعطيه اذا استخدمت كونستراكتر الليست ممكن اعطيه قيمه ايترابل. شو يعني ايترابل؟ يعني مكونه من مجموعه عناصر، ممكن تكون تابل، ممكن تكون ديكشنري، ممكن تكون ليست بين براكت او حتى سترينج. هو بيحولها لليست. كيف بحولها لليست؟ كل عنصر من العناصر بضيفه على ليست، بعطينا الليست. يعني هاي السترينج شفنا كل حرف كل رمز اعتبره عنصر من عناصر الليست. التابل كل عنصر اعتبره تابع لليست، عنصر من عناصر حولها لليست. يعني مش شرط تحط القيم اذا بدك تستخدم كونستراكتر الليست، مش شرط تحطها بين براكت. نشوف شو كاتبين لنا هون. Like all data structure, list have a constructor. شوفوا هاي كلمة list، هاي كانت الكونستراكتر. بحكي لنا زي باقي الداتا ستراكتر، الليست له كونستراكتر. Name the same as the data structure. اسمه نفس اسم الداتا ستراكتر، يعني list راح يكون list. The string شوف اسم الكونستراكتر str. str الانتجر الكونستراكتر انت. وهكذا. التكست شو باخذ هذا لو بدي استخدم كونستراكتر الليست؟ باخذ ايترابل داتا. شو يعني ايترابل داتا؟ وريتك ممكن احط له قيم بين براكت، ممكن احطها بين اقواس اللي هي الليست التابل، ممكن احطها بين بريسز ليفت بريس ورايت بريس اللي هي الست، ممكن احط له سترينج اعطيه سترينج بحولها لليست، ممكن اعطيه الرينج فانكشن. الرينج مش بعطيني مجموعه ارقام مجموعة أعداد، ممكن أحط له رينج، الرينج من مثلا من 1 لـ10. أعطيني أرقام بحولها لليست بخزنها داخل ليست، المهم يكون iterable data. It takes an iterable data structure and adds each item to the list. شو بعمل؟ باخذ هذا الـ iterable data structure، يعني لو أعطيته التابل باخذ عنصر عنصر من التابل وبضيفه على الليست. طب لو أعطيته string واخذ عنصر عنصر من السترينج، طب شو هو العناصر السترينج هون؟ الرموز، وبضيفها كعنصر داخل الليست. It also has a shortcut، وبقدر اكتب بدون ما استخدم constructor الليست عن طريق الطريقه المختصره the use of square brackets to indicate explicit items. زي ما عملت ال بالبدايه، شوفوا ال بدون ما استخدم هون بدون ما استخدم الكونستراكتر، اجيت قلت له ال بين براكت مجموعه قيم. خلاص بدون ما طريقة مختصرة هاي بنسميها، بتحط بين براكت مجموعة قيم بعرف انه هاي عبارة عن ليست، ال هي ليست مكونة من هاي العناصر. نشوف الأمثلة. make underscore make a list. a underscore list تساوي بين براكت، شوفوا ما استخدمش constructor list، استخدم الطريقة المختصرة اللي هي البراكت 1.2.a.13%. يعني هيك راح ينشئ ليست مكونه من كم عنصر؟ 4 عناصر. طب شوفوا هاي خليط، بصير تكون خليط لازم كلها انتجرز ولا كلها فلوت؟ لغات البرمجه زي الجافا والسي بلس بلس مثلا الاري، عندنا اري ما عندناش ليست، الاري لازم يكون كلها مثلا انتجر او كلها فلوت او كلها بوليان، ممنوع تكون خليط. بلغه بالبايثون الليست لا، مسموح تكون خليط من عده انواع. شوفوا في شيء في عناصر انتجر، الواحد واثنين هذول انتجر، الاي سترينج 3 و14% فلوت، لو ضفت بوليان، لو ضفت ليست داخلها ليست بصير ولا بصيرش؟ بصير. لو ضفت عنصر عباره عن تابل بصير، لو ضفت عنصر عباره عن ديكشنري بصير داخل الليست. واحد من العناصر مسموح له يكون شو ما كان. ويك اندرسكور دايز اندرسكور ليست، ويك دايز اندرسكور ليست يساوي بين براكت، كمان استخدم الطريقه المختصره Monday فاصلة Tuesday فاصلة Wednesday فاصلة Thursday Friday. هاي list of strings مجموعة من العناصر، كل عنصر عبارة عن string يمثل أيام الأسبوع اللي بيداوموا فيها. طبعا هم بعطلوا سبت وأحد بيداوموا باقي الأسبوع. List of list، شوفوا list بداخلها list، عنصر من عناصرها عبارة عن list، تساوي بين براكت أول عنصر بين براكت 1.2.3، هذا كله عنصر واحد. ليك بيحكي list of list، هاي list of list عناصرها هي عبارة عن list. العنصر الثاني كمان عبارة عن list في A و B و C. طيب list from collection، list from collection شوفوا list of hello، list بين أقواس، هون استخدم الكونستراكتر اللي هو list.
أعطاه string، قلنا شو رح يعمل؟ رح يأخذ كل حرف أو كل رمز بهالstring يضيفه كعنصر لحاله على الليست. رح ال H عنصر، ال E عنصر، ال L عنصر، شوفوا list from collection شو رح تكون قيمها. H E L L O. طب لو جيت طبعت براكت هيك فاضية، البراكت الفاضية شو معناها؟ empty string بطبع لي براكت فاضية، بطبع لي إياها زي ما هي براكت فاضية. شوفوا أنا list A underscore list راح يطبع لي، طبع لي بطبع لي القيم بين براكت على فكرة وبينات فواصل، هاي بين براكت 1 2 A زي ما هي. طيب list of string list of hello قلنا باخذ كل حرف من الايترابل من السترينج وبخزنه كعنصر مستقل بالليست. list of string هاي h e l l o. طيب print bracket فاضيه، هاي طبع لي bracket فاضي اللي هاي الامتي ليست. الامتي ليست واذا بتتذكروا لما اخذنا الاف اذا كانت استخدمناها كcondition اي شيء امتي او الصفر بيمثل الفولس، اذا بتتذكروا هاي الملاحظه كمان هاي بتمثل empty list. البراكت الفاضية راح تمثل لي empty list. similarities with strings، طب بحكي انتبهوا السترينج هو مجموعة من الرموز والليست هي مجموعة من العناصر، مش شرط تكون رموز، ممكن تكون integers float. طب من هالعبارات نقدر نستنتج انه في تشابه بين الليست والسترينج؟ في تشابه؟ اه في تشابه، بس بنفس الوقت في اختلافات، في اشتراك، في اشياء مشتركة وفي اشياء في اختلافات. نشوف شو الاشي المشترك، اذكرك بالاشي اللي طبقناه على السترينج واشوف هل بقدر اطبقه على الليست او لا. السترينج طبقنا عليها الدمج اللي هو الجمع، الكونكاتينيت، استخدمنا الجمع بمعنى مش مفهوم جمع بمفهوم الدمج. طب بقدر اطبقه على ليست؟ اه بقدر، بقدر اطبقه على الليست، بقدر اجمع ليست زائد ليست بمفهوم ايش؟ يعني لو جيت قلت له برنت، طبعا بعطيني ليست جديده، هون عندي A underscore list هاي اللي فيها 1 2 3 A زائد list of strings list underscore of underscore string. هاي الليست الاندرسكور سترينج شو فيها؟ H E L L O، والأولى شو فيها؟ 1 2 A 3 4. شو رح تكون الليست الجديدة؟ هذا أنا ما خزنتش، طبعت النتيجة مباشرة. عناصر الليست الأولى زائد عناصر الليست الثانية. بقدر مفهوم الدمج، ولاحظ بعطيني نيو ليست، يعني A اندرسكور ليست لو رجعت طبعتها بلاقيها بعدها زي ما هي. اطبع A اندرسكور ليست بتلاقيها بعدها زي ما هي. ولو طبعت list of strings بتلاقيها زي ما هي كمان. هو اعطاني new list لاني ما قلت plus equal، قلت plus. اذا بدك a list تتغير بتقول لي plus equal. هون a underscore list زائد list of strings. طبعا انا طبعت النتيجه مباشره، كان بامكاني اخزنها مثلا بليست c مثلا تساوي، بعدين اقول له print print c. c راح يكون فيها حاصل دمج عناصر الليست الاولى مع الليست الثانيه. طيب هل الترتيب مهم؟ ترتيب الاوبرانس اذا بتتذكروا شو راح شرحنا عن الكونكاتينيشن بالسترينج، اه الترتيب مهم. طب ليش مهم الترتيب؟ لانه هي A underscore list، اذا عناصر A underscore list راح تكون بالاول يليها عناصر list of strings. لو عكستن راح يصير عن H E L L O بالاول بعدين راح يجي 1 2 A 3.14 صح؟ إذا الترتيب الأوبرانس بالدمج إذا بتتذكر مهم. طيب بقدر أدمج رقم مع الليست؟ لو جيت أدمج مع A underscore list، جيت قلت C تساوي A underscore list زائد 10، هل بيقبل؟ هل بيقبل؟ شو بعطيني؟ بعطيني error إنه الليست بقدر أجمع لها فقط ليست أخرى بمفهوم الدمج. طيب شو الحل؟ الحل باجي بحط هاي القيمة 10 بين براكت، بتصير هاي ليست مع ليست، كأني بقول له ضيف لي هاي الليست، ما طبعتش طبعا سي أنا، هاي برنت سي، هصير فيها 1 2
هي 3.14% فاصلة 10 لسي. أما إيه ليست نفس الساحة كأنها ما راح تتغير. طب الضرب، تذكرين إحنا ضربنا السترينج برقم صحيح فقط، شو كان مفهوم الضرب؟ لما أقول هلو ضرب 3 مثلا، كان مفهومها إنه تعطيني سترينج جديد مكرر 3 مرات، هلو هلو هلو. تتذكر الضرب كان الأوبيرانس ترتيبها مش مهم، قول 3 ضرب هلو ولا هلو ضرب 3 نفس الإشي، ولازم يكون عدد صحيح. طب هل الضرب هون تقدر أطبق ليست؟ آه، لو جيت قلت له سي تساوي A underscore list ضرب 3، وانتبهوا ضرب 3 لو قلت له 3.0 بعطيني ايرور، لازم يكون عدد صحيح. شو معناها؟ معناها اضرب القيم بثلاث؟ لا، معناها اعطيني ليست جديده عناصرها هي عناصر A underscore list مكرره 3 مرات. يعني شو سي رح يصير فيها؟ 1 2 A 3.14%، 1 2 A 3.14%، 1 2 A 3.14%. رح يصير فيها هاي برنت سي، نشوف سي شو قيمها. عناصر A مكررة 3 مرات، ليست واحدة طبعا، ليست واحدة بين براكت، هاي عناصر A أول مرة، بعدين عناصر A ثاني مرة، عناصر B. طب لو قلت 3 ضرب A underscore list، إذا بتتذكروا كان الضرب الترتيب مش مهم، الجمع الدمج كان مهم. مهم ليش؟ لأنه بيأثر على الأوتبوت، مين بالأول بعدين مين الثاني، شوفوا نفس النتيجة. طب لو قلت 3.0 ضرب 3.0، على فكرة 3.0 اللي هو أنت بدك تقول لي 3، بس لأن أنا استخدمت فلوت رح يعطيني إيرور، رح يعطيني إيرور. أنا الليست بقدر أضربها فقط برقم صحيح بمفهوم التكرار، وترتيب الأوبيرانس غير مهم. شوفوا هاي التشابه بينه وبين السترينج، اللي طبقته على السترينج طبقته على الليست. كمان في عنا الاندكسينج، الاندكسينج السترينج كان هو مجموعة من الرموز، الرمز الأول مخزن at index 0، الثاني طب والأري والليست، والليست كذلك كل عنصر مخزن باندكس، العنصر الأول الاندكس له 0، العنصر الثاني 1، العنصر الثاني 2، العنصر الثالث 3، العنصر الأخير -1. نفس مبادئ الاندكسينج اللي تعلمناها على السترينج بقدر أطبقها على الليست. كذلك السلايسينج، السلايسينج كنت أخذ جزء من السترينج، هون بأخذ جزء من الليست، بأخذ سب ليست. نفس مبدأ السلايسينج والاندكسينج اللي تعلمناهن على السترينج راح نطبقهن على الليست، بس هون بشكل أسرع لأنك أنت فاهمهن. الممبرشيب أوبريتر، الإن أوبريتر، الإن أوبريتر شرحنا مفهومين، بالفور لها مفهوم، بس إذا بديش استخدمها بالفور لها مفهوم آخر. إذا بتستخدمها بالوايل أو بالإف، جيت قلت لك إف إتش إن هلو، معناها هل الإتش موجود ضمن هلو؟ طبعاً ننتبه على حالة الحرف، نتيجتها يا ترو أو فولس. طب لو أعطينا مثلاً هاي list A underscore list، وجيت قلت هل 10 إن إف أو برنت مباشرة بدون إف، برنت 10 إن A underscore list، هل العشرة عنصر؟ معناها 10 هل هو عنصر من ضمن A underscore list؟ رح يعطيني فولس. طب لو قلت له الواحد من ضمن A underscore list؟ آه، رح يعطيني إيش؟ ترو. في عنا اللين ميثود، اللين فانكشن، طبقنا اللين على string كان يعطيني عدد العناصر، عدد الرموز. كذلك بقدر أطبق اللين، واللين رح أطبقه على كل ال data structures، على الليست وعلى string وعلى الدبل وعلى الست. بتقدر اللين شو بعطيك هذا الفانكشن؟ هاي لين of A underscore list مثلا. list اللي اسمها A underscore list بدي تطبع لي اللين. اللين إلها كم عنصر فيها؟ 4. إذا رح يطبع لي 4، هاي طبع لي 4. اللين شو بعطيني؟ عدد العناصر الموجودة داخل الليست. نشوف الأوبريترز، شوفوا 1.2.3 بين براكت، يعني هاي list، زائد، لاحظ ما قال لي 4، لو قال لي 4 بعطيني ايرور، لأنه ما بصير أجمع رقم مع ليست، بقدر أجمع ليست مع ليست بمفهوم الدمج، زائد بين براكت 4، يعني دمجت الليست اللي فيها 3 عناصر مع الليست اللي فيها عنصر 1، رح يعطيني نيو ليست. انتبهوا كلمة نيو ليست مهمة، نيو ليست،
ليست جديدة فيها القيم 1 2 3 4. لما احكي لك نيو ليست يعني الأطراف نفسها ما بتتغير، بتضل زي ما هي. طب اجي قال لي 1.2.3 ضرب 2، أعطاني نيو ليست عناصرها مكررة 1.2.3 1.2.3. طيب 1 ان الواحد هل هو موجود؟ شو معنى ان هون؟ مش زي الفور، الفور كنت احكي فور اي ان رينج كذا، كان ياخذ قيمه من الايترابل لحد ما تخلص كل مره يسندها للمتغير. الفور بالفور مش بالف... اذا استخدمت الان مش بالفور لا، معناها هل القيمه موجوده ضمن القيم سواء كان سترينج او ليست او تابل او اي شيء بتقدر تطبق عليها الان. لاحظ 1 ان بين براكت 1.2.3، يعني هل الرقم 1 العنصر 1 موجود من ضمن عناصر هاي الليست؟ هي موجود، اذا راح يعطيني ترو. لو كان مش موجود، لو 10 حطيت 10 ان 1.2.3 بيعطيني فولس. طب عمليات المقارنه الكومباريزنز بقدر اقارن؟ تذكرين كيف كنا نقارن بين السترينجز؟ كيف كنت اقارن الحرف الاول مع الحرف الاول؟ اذا تشابه بروح على الثاني مع الثاني، اذا تشابه اذا اول اختلاف بلاقيه كنت اقرر العلاقه بناء على الاختلاف، بناء على اول اختلاف. كذلك انا راح اطبق على الليست بنفس المفهوم. العنصر الاول يعني هاي 1.2.3، هل هي هاي الليست اقل من الليست 1.2.4؟ كيف بقارن؟ كيف بقارن الاول مع الاول؟ واحد اقل من واحد؟ لا، متساويات. بروح بقارن الثاني مع الثاني، 2 مع 2 متساويات. بقارن 3 مع 4، هاي اختلفن. لما يلاقي الاختلاف بقرر 3 هل هي اقل من 4؟ ترو ترو. اذا خلص، حتى لو في هون بعد الثلاث في 10 في قيم، لو حاط فاصله ايش مش راضي اني اقول اديتين. لو حاط هون فاصله 10، لو في ظل 20 100 1000، خلص اول اختلاف بتلاقيه 3، العنصر الثالث مع الثالث 3 اقل من 4، خلص العلاقة ترو. 3 اقل من 4 ترو، حتى لو ظل في قيم اخرى والقيم الاخرى اكبر من الاربعة، اول اختلاف بتلاقيه بتقرر العلاقة. compare index to index، شو يعني index to index؟ يعني اول عنصر مع اول عنصر، ثاني عنصر مع ثاني عنصر. first difference determines the result، اول اختلاف بتحدد العلاقة هل هي ترو او فولس، سواء استخدمت الاقل او الاكبر، او اقل او يساوي، اكبر او يساوي، لا يساوي، يساوي. طيب word يساوي list of hello، شو قلنا نتيجة word؟ شو رح تصير word؟ شو رح تكون word؟ شو قيمة word رح تكون؟ شو رح يطبع لي word؟ رح ياخذ hello ويحولها للست. كيف بحولها للست؟ أول كل حرف h فاصلة l فاصلة l فاصلة، طبعا ال e هنا، ال e هون، فاصلة او، هيك راح يصير محتوى هاي الليست الوورد. بعدين جيت قلت له a تساوي word، يعني صارت ال a اسم ثاني للوورد. print a راح يطبع لي، راح يطبع لي اياها هيك بين براكت h e l l o. بعدين حكيت له a تساوي a زائد w، a تساوي a زائد w، a اللي هي h e l l o، وراح يضيف لها W، راح يعطيني نيو ليست، بس راح يرد يسندها لA، لهيك A راح تتغير لأن عملت إسناد. إيش راح يصير فيها؟ H E L L O W. A sub 2 يساوي S. A sub 2 يساوي S، هل بصير أغير على عناصر الليست؟ وين sub 2؟ هاي 0 1 2 اللي هو L، ال L هاي راح يصير S. شو راح يطبع لي A؟ H E S L O W. نشوف النتيجة، نعمل كوبي. هاي شوفنا، أول شيء ال word A تساوي word، هاي حول ال list ال H L E ال hello ل list، وعرفنا كيف بحولها. كل حرف بيعمله عنصر. بعدين قال لي A تساوي الوورد،
يعني قيم الوورد خزنها بإيه، يعني إيه صار إلها اسمين الليست إيه وورد، بعدين قلت له برنت إيه، هاي طبع لي إيه اللي هي هلو، بعدين جيت حكيت له إيه تساوي إيه زائد دبليو، إيه تساوي إيه زائد دبليو. طبعا الوورد هلو ليش طبع لي إياها مرتين؟ لأني طبعت مرة وورد ومرة إيه، ضاف على إيه دبليو أعطاني ليست جديدة بس رجع خزنها بإيه، لهيك لما تغيرت ايه طبع لي h e l l o w، لو ما خزن بايه ما بتتغير، بتظل ايه زي ما هي، وبعطيني دائما بالدمج نيو ليست. جينا حكينا ايه sub 2، وين ايه sub 2؟ العنصر الاول شو الاندكس له؟ متعلمين 0 1 2 اللي هي l، عملها s. السترينج العادي بصيرش اغير، اذا بتتذكروا لو كان سترينج بصير اغير على حرف من الاحرف، اجي احكي words str sub 0 مثلا يساوي h، لو بدي احط نفس الحرف كان ممنوع لانه الليست كانت immutable غير قابله للتغيير السترينج. اما الليست لا، الليست اذا بتتذكروا كمان بالفانكشن حكيت لك انها اللي لما صار passing انه صار sharing، لانها الليست immutable قابله للتغيير، بصير تشارك كامل إذا بتتذكروا الفانكشن لما مررنا الارجيومنت a sub 2 يساوي s، هاي العنصر الثاني صار قيمته s، لما طبعت a طبع لي h e s l o w. differences between list and strings، طب شو الاختلافات؟ شو الاختلافات؟ شفنا التشابه، الدمج بنفس المفهوم، الضرب التكرار بنفس المفهوم، الاندكسز نفسه، السلايسينج نفسه، بس السترينج اللي بيفرق انه السترينج مجموعه من الرموز بين دبل كوتيشن، الليست مجموعه من القيم بيناتهم فواصل بين براكتس. اتفقنا؟ الاندكسز نفسه، السلايسينج نفسه، لو بدي اعمل الريفيرس بقدر اقول ليست بين براكت كولون كولون سالب واحد، نفس اللي تعلمته على السترينج بالضبط. كله السلايسينج، الاندكسينج، نفس اللي تعلمته على السترينج، بس هون بدل مجموعه رموز هون مجموعه عناصر. الان اوبريتر، المقارنات كلها بنفس المبدا. طب شو الفرق؟ بيحكي لنا الليست كان كونتين ا ميكستشر اوف اني بايثون اوبجكت. شو الفروقات؟ انه الليست بتحتوي على ميكستشر، شو يعني ميكستشر؟ يعني خليط من عده انواع، ممكن يكون خليط، قبل شوي شفنا 1.2 فاصل اي فاصل 3 و14%، وضفنا قلت لك لو بدك تقول كمان فاصل ترو فاصل بين براكت 1.2، بصير عناصر الليست خليط من عدة أنواع. strings can only، بس string شو بتكون؟ هي كلها مجموعة من الرموز، string مجموعة رموز، أما الليست هي مجموعة عناصر بغض النظر شو نوعها، ممكن تكون خليط من عدة أنواع. list are immutable، شو يعني list are immutable؟ يعني الليست بقدر أغير على عنصر، قبل شوي شفنا a sub 2 تساوي s، غير لي ال l خلاها s لأنها هاي عناصر list، تقدر تغير أي عنصر من عناصرها ما فيش مشكلة بالليست، ليك بنحكي mutable. Their values can be changed while strings are immutable. إذا بترجعوا للسترينج، السترينجز immutable يعني غير قابلة للتغيير، يعني قلت name يساوي أحمد، بقدر أقول name يساوي علي، بكون غيرتها كلها، بس ما بقدر أقول name sub 0 يساوي A، حتى لو بدك تحط نفس الحرف، ما بتقدر. السترينج immutable. أما الليست immutable. List are designated with a bracket. بحكي لنا list بصممها عن طريق البراكت. أما string with elements separated by commas. List هي مجموعة من القيم بين براكت بيناتهم فواصل. أما string بتحط الكاركترز بين double quotation أو بين single quotation أو بين triple quotation. شوفوا هاي الفروقات. بده يرجع يشرح لنا عن الاندكسينج والسلايسينج، يذكرك فيها، يذكرك كلمحة بسيطة بسريعة. طبعا مش لمحه مطلوب منك، لمحه مطلوب منك بالتفصيل، بس انت ماخذها بالتفصيل بالسترينجز. كوننا حكينا انها مشتركه بينها وبين السترينج، بس راح اذكرك فيها بشكل سريع. ماي ليست اعطاني ليست فيها العناصر 1 و A 3 و14% فاصل ترو. شوفوا كيف راح تتمثل ماي ليست. ماي ليست قيمها 1 و A و3 و14% وترو، وفيها اندكسز موجبه من اليسار لليمين، وفي لها اندكسز سالبه من الاخر للاول. نفس مبدأ الاندكسينج بالليست بالسترينج، العنصر الأول الاندكس له 0، الثاني الاندكس له 1، الثالث الاندكس له 2، الرابع الاندكس له 3، شوفوا الرابع
العنصر الرابع الاندكس له 3، يعني الاندكسز الموجبة من 0 لعدد العناصر ناقص 1، آخر اندكس بيكون عدد العناصر ناقص 1. الاندكسز السالبة آخر عنصر سالب 1 قبل الأخير سالب 2 قبل الأخير سالب 3 لعند أول عنصر اللي هو سالب عدد العناصر اللي هو سالب 4، اللي هو سالب 4. جيت قلت له my list sub 1، sub 1 شو هو؟ العنصر الثاني اللي هو إيه؟ my list sub 0 هي 1، my list sub 3 true، my list sub سالب 1 sub، شوفوا براكت قلنا بنقرأها sub، sub سالب 1 يعني بدي الأخير اللي هو true، sub سالب 2 العنصر قبل الأخير اللي هو 3.14%. طب هاي الاندكسينج، هاي ذكرناك بالاندكسز انه في عندنا اندكسز فورورد واندكسز باكورد، اندكسز بوزيتيف واندكسز نيجاتيف. طب نرجع نتذكر شوي بالسلايس، السلايس بنتذكر بنحط الاشي اللي بداخل منه مقطع سواء كان سترينج او ليست او اي اشي، ماي ليست بين براكت بحط له الستارت والستوب والستيب، اذا بتتذكروا الستارت والستوب والستيب البدايه والنهايه، الستارت والاند، والستارت اذا لغيناها شو بتكون؟ من الاول. طب هون كذلك راح ياخذ، بس بدل ما ياخذهن رموز راح ياخذهن ايش؟ راح ياخذهن عناصر ويعطيني سب ليست. شو راح يعطيني؟ سب ليست، سب ليست بالسلايسنج بعطيني سب ليست هون. طيب شو راح ياخذ؟ راح ياخذ من العنصر الاندكس له 0 اللي هو لعند 1 و2، 1 و2 الاند بتتذكروا بالسلايسنج الاند نوت انكلودد، والستيب بتتذكروا الستيب اذا لغيناها بتكون 1. يعني هون راح ياخذ العناصر الموجوده at index 0 و1 و2 اللي هن 1 و a و3 و14% وراح يرجع لي اياهن كسب ليست، كليست كجزء من الليست، بس بيرجع ليش عناصر هيك، بيرجع لي اياهن كليست بنسميها سب ليست. طب الاندكسينج كان بي اليتل كونفيوزنج، بحكي لنا ممكن الاندكسينج يكون مربكك شوي. طب الليست نفسها بحطه بين براكت والاندكس بحطه بين براكت صح؟ بس الليست بحط مجموعة قيم بيناتهم فواصل بين براكت، أما الإندكس بحط قيمة واحدة بين براكت صح ولا لا؟ طب متى بتكون هاي القيمة هي إندكس أو ليست؟ حسب الكونتكست بحكي لنا، حسب الموقع. ممكن تكون بين براكت قيمة واحدة بس هي ليست، زي لما عملت ليست 1+1.2.3 زائد بين براكت 1، هاي البراكت 1 ما كانت إندكس، كانت إيش؟ كانت إنه الليست اللي فيها القيمة 1 أو 4، اتفقنا؟ يعني احنا متى بنميز الاندكس عن الليست؟ حسب الكونتكست. Can be a little confusing. What does the bracket means? A list or an index? زي مثلا هون بين براكت 1.2.3 بعدين بين براكت 1. طب هل هاي الأولى هل هي ليست ولا اندكس؟ لا الأولى ليست مبينة لأنها مجموعة قيم. طب الثانية هل هي ليست؟ لا الثانية اندكس. طب ليش الثانية اندكس؟ لان انا سبقتها بليست، سبقتها بليست. لو ما اعطيتك الليست كمتغير، لو ما قلت ال تساوي بين براكت 1.2.3 بعدين قلت له ال سب 1 سب 1، جيت اعطيته مباشره قيم الليست بعدين قلت له سب 1، سب 1 يعني بدي العنصر الثاني منها اللي هو الاثنين، العنصر الثاني لانه سب 0 الاول، سب 1 العنصر الثاني. بحكي لنا context solves the problem. Index always، الindex دائما comes at the end of an expression. الindex بيجي بعد expression at the end of an expression and is preceded. ولاحظ الindex بيكون الend النهاية، ما فيش وراء شيء. Preceded by something, a variable or a sequence. قبله هو نهاية لا expression وبيجي قبله sequence، إما list أو string أو شو ما كان، المهم sequence. السيكونس اما literal او variable، متغير او قيمه مباشره تحددها. في عنا list of list، هل مسموح لعنصر من عناصر الليست يكون عباره عن list؟ اه مسموح. هاي my underscore list يساوي بين براكت a فاصله بين براكت 1.2.3 z. لو سالتك كم اللين للماي ليست، لو حسبنا اللين للماي ليست راح يكون 3 فقط. طب قول لي 6 هاي فيها 6 قيم، بقول لك لا، هذا العنصر الاول ماي ليست سب 0 اللي هو ايه، ماي ليست سب 1 اللي هو هاي الليست الفرعيه 1.2.3 ماي ليست سب 1 بعطيني هاي كلها، ماي ليست سب 2 اللي هو زد، ماي ليست سب 2 زد، ماي ليست سب 1 سب 0 ايه، ماي ليست سب 1
واحد اثنين، واحد فاصل اثنين فاصل ثلاثة، هاي الليست. طب لو بدي عنصر داخل الليست الفرعية بعرف my list step one بعطيني هاي كلها. طب لو بدي بداخلها ما هي هاي ليست كمان، بقدر أرجع أعمل له sub bracket جديدة. my list sub one راح تعطيني واحد فاصل اثنين فاصل ثلاثة. sub zero، sub zero يعني بدي أول عنصر منها اللي هو الواحد. شوفوا راح يعطيني أول عنصر منها اللي هو الواحد. what's the second element index one of the list؟ اللي اندكس 1 للليست هاي ماي ليست اللي هي كله هاي 1 2 3 كله هذا السكند اليمنت. طب لو بدي عنصر داخل الليست الفرعيه تقدر تقول لي سب 0 ماي ليست سب 1، ترجع تقول سب 0. سب 0 يعني بدي من الليست الفرعيه هاي اللي موجوده ات اندكس 1 بدي العنصر الاول اللي هو 1. لو قلت سب 1 سب 1 سب 1 شو بعطيني 2. لو قلت ماي ليست سب 1 سب 2 بعطيني ايش؟ 3. list of list functions. نشوف ال list functions، شو ال functions اللي بقدر أطبقها على ال list. أول function أخذناه اللي هو ال len. len بعطيه اسم list، بعطيني عدد العناصر number of elements in list. طبعا top level، كيف top level؟ هاي مثلا len بين bracket واحد فاصلة، بين bracket واحد فاصلة اثنين فاصلة ثلاث، قلنا هاي كم عنصر فيها؟ list ثلاث عناصر، ما بتقول لي أربعة، هاي كلها عنصر واحد. هاي فيها واحد اثنين ثلاث، الاندكسز الهن 0 1 2، هاي الاندكسز الموجب، الاندكسز السالب، السالب واحد، سالب اثنين، سالب ثلاث. اذا هاي كم طو كم عدد عناصرها؟ ثلاث. لو هاي لو جيت بدي احسب اللين لا واحد اثنين، بقول له اللين لا بين براكت واحد اثنين، بعطيني انها اثنين. المن ليست المينيمم، المينيمم هو ميثود تعطيه اسم ليست، بعطيني اصغر قيمه بالليست. هو حاكي لي must all be of the same time، بحكيني لازم يكون كلهن من نفس النوع. أنا بدي أعدل لك العبارة هاي، بدي أعدلها هاي must all of the same type، هي must all be comparable item. كيف comparable؟ يعني بقدر أقارن بيناتهم. يعني لو كانت الليست فيها integers وفلوت عادي بوجد لي المينيمم، لو كانت integer وفلوت وبوليان بوجد لي المينيمم، لأنه البوليان الترو بيقدر يعتبره واحد والفولس بيعتبره زيرو، عادي بيعتبره رقم، بيعتبرهن كلهن أرقام مثلا. بس لو كان فيها سترينج وانتجر هل بيقدر يوجد لي إلها المينيمم؟ لو كانت خليط فيها سترينج هاي بيقدر يوجد المينيمم؟ لا. لو كان فيها زي هاي، هاي الليست هاي اللي فيها واحد فاصلة، هل بيقدر يوجد لي فيها المينيمم؟ هل بيقدر يوجد لي المينيمم إلها هاي الليست؟ لا. ليش؟ طب قول لي كلها انتجرز. لا مش كلها انتجرز، العنصر الاول انتجر، العنصر الثاني ليست، العنصر الثالث انتجر. اذا هذول بتقدر تقارن ليست مع رقم؟ بتقدر تقارن ليست مع انتجر؟ لا. اذا ما بقدر يوجد لي المينيمم لهي الليست. شوفوا نطبق لكم اياها. شوفوا هون مثلا لو بتوجد print len of a لين ايه، هل مسموح لي اوجد لين ايه؟ اه كم فيها؟ راح يعطيني 6. هل لو ضفنا لها دبليو صارت 6، هي عدد العناصرها 6. طيب لو وجدنا ناخذ الليست اللي معطينا اياها هون مثلا ال تساوي بين براكت 1.2.3 فاصله هلو فاصله بين براكت واحد ستة ثمانية. لو جينا طبعنا اللين هاي نطبع ال أول شيء print ال، نطبع اللين لها لين اوف ال، لين اوف ال بعطيني لحد الآن شغلي صح. هي أعطاني الليست وأعطاني عدد عناصرها، شوفوا قديش، واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة، خمس عناصر أعطاني خمسة. طب هل بقدر أطبق المينيمم عليها؟ راح يعطيني ايرور مباشرة، من لأل راح يعطيني ايرور، راح اعطاني ايرور. ليش؟ انا بقدرش اقارن مثلا سترينج مع انتجر. طب خلينا اشيل السترينج، خلينا اشيل السترينج، هل راح يعطيني؟ كمان راح يعطيني ايرور. طب قول لي صارن كلهن انتجرز؟ لا مش كلهن انتجرز، العنصر الاول انتجر، الثاني انتجر، الثالث انتجر، الرابع ليست. هل بقدر يقارن ليست؟ ليست بقارنها مع ليست بس ما بقدر يقارنها مع انتجرز، عشان
شوفوا أقل not supported between list and integer. بقدرش يقارن بين list و integer. شفنا كيف؟ طب لو كانت فيها true ثلاثة ونص، هل بقدر 3.6؟ هل بقدر يعطيني المينيمم؟ آه رح يعطيني المينيمم 1. شوفوا ما اعترض لأنه بقدر يقارن، الترو بيعتبرها يعني صارت كأنها كلها أرقام هيك. حتى لو تقول لي هاي بوليان، البوليان بقدر يحولها لرقم. طب لو حطيت فولس رح يعطيني المينيمم 0. ليش؟ لأنه الفولس 0 1 2 3 3 4 6 بالعشرة المينيمم، هي قال لي إنها فولس، هو ذكرها بصيغتها هي أقل قيمة اللي هي الفولس. الفولس تقابل الصفر، شوفوا طلعت هي أقل من الواحد. الفولس أعطاني أقل قيمة بهالعناصر فولس. قدر يقارن، هو حكي لي لازم يكون كلهن نفس النوع المينيموم والماكس، أنا عدلت لك إياها إنه لازم يكون بقدر أقارن بيناتن. يعني لو كانت كلهن ليست فيها كل عناصرها سب ليست، يعني هاي مثلا L2 تساوي بين براكت 1.2 والليست والعنصر الثاني 3 و7 والعنصر الثالث هو ليست فرعية فيها 6 8 و9، هل بقدر أطبق المينيمم؟ آه بقدر. ليش؟ لأنه هاي كل العناصر ليست من of L2 راح يعطيني اللي هي sub list 1 2، هاي أقل إشي. هاي شوفوا قدر لأنه قارن العناصر العنصر الأول مع الثاني بيقارن بيناتن. هل بقدر يقارن ليست مع ليست؟ آه بيقارن الأول مع الأخير، كمان ليست مع ليست بيقدر يقارن الثاني مع الأخير عشان يوجد بطريقة معينة يوجد المينيمم، صح؟ المينيمم والماكس، المينيمم بعطيني أقل قيمة، الماكس بعطيني أكبر قيمة، نفس المينيمم نفس اللي شرحناه عن المينيمم بس بدل أقل قيمة أكبر قيمة. السم بجمع، كونه جمع لازم يكون نيوميريك، كونه بدي يجمع السم بدي يجمع للعناصر. هل بقدر أطبق السم على L؟ آه بقدر لأنه شو كلها؟ كلها نيوميريك. طب قل لي هاي الفولس، فولس قلت لك بعتبرها زيرو عادي ما في مشكلة. برنت سم لL، sum of L راح يعطيني 1 + 2 + 3 6 + 0 = 6 9 و6 بالعشرة. هاي 9 و6 بالعشرة. لو كانت هاي ترو، ترو شو بيعتبرها؟ اعتبرها 1، تطلع الجواب 10 و6 بالعشرة. طب لو جيت اطبق السم على L2، هل مسموح لي اطبق السم على L2؟ ابدا مش مسموح لانه هاي مش اعداد، هاي ليست. تقدر تجمع ليست مع ليست؟ بقدر بمفهوم الدمج مش بمفهوم الجمع. هل بقدر اطبقها؟ طب قول لي فيها ارقام، هي السب ليست فيها ارقام. بقول لك لا، بس هذا العنصر هو ليست، العنصر الثاني ليست، العنصر الثالث ليست. بقدر اجمع بمفهوم الجمع الارقام جمع القيم ولا بمفهوم؟ شوفوا اعطاني ايرور unsupported unsupported types. يعني الليست اذا كان فيها string او سب ليست ما بتقدر تطبق عليها السم، لازم تكون كلها أرقام مفردة مش أرقام داخل ليست فرعية. طيب نشوف الايتريشن، نشوف الايتريشن. You can iterate through the elements of a list like what you did with a string. زي ما عملنا بالسترينج، بالسترينج عملنا دوران يزور عناصر ال، أنا هون كنت أطبع كل الليست مرة واحدة. طب لو بدي أطبع عنصر عنصر فيها، يعني هاي L بقدر أقول for element in L، داخلين الطرق إما الطريقة المختصرة هاي for element in L أو طريقة الإندكس أو طريقة النيوماريت. إذا بتتذكروا ثلاث طرق اللي تعلمناها على string بقدر أطبقهن على list. for element in L print مثلا element، هاي شو رح يعمل؟ رح يأخذ عنصر عنصر من L. الدورة الأولى راح ياخذ العنصر الأول اللي هو الواحد، بالدورة الثانية باخذ الاثنين، الدورة الثالثة باخذ ثلاث بسندوا لأي ال، الدورة الرابعة فورس، الدورة الخامسة 3.6، خلصن العناصر بيوقف. طبعا أنا عندي ايرور هاي، بعدها بتعطيني ايرور، لأني ما حذفتها هاي، 1 2 3 4 3.6. بس هاي الطريقة اللي تعلمناها للدوران؟ لا، تعلمنا كمان طريقة الإندكس، I in range. طب شو الرينج؟ لين لين اوف ال مثلا او ال2، هيك يعني رح يكون من صفر لعند اللين ناقص واحد.
لين ناقص واحد بنعرف الاندكسز. اذا كان اللين مثلا خمسة هون رح يكون الاندكسز من صفر لاربعة، هيك بحط له لين اوف ال. لين اوف ال رح يقف عند ال ال ناقص واحد لانه بنعرف الرينج بكيف قبله. اقول له برنت اي، لا بقول له ايش هسه ال سب اي، زي ما كنت تعمل بالسترينج اس تي ار سب اي سب الاندكس. شوفوا نفس النتيجه هي كررهن مرتين. طب طريقة النيوماريت إذا بتتذكروها، فور الاندكس فاصلة القيمة فاصلة ال، شوف مين القيمة اتش، شو كنا نعمل element فاصلة i، وهسه راح نشوف مين ال element ومين ال n ري n ان ايش نيوماريت اوف ال، هيك كان يطبق صح ولا لا؟ رنت هاي نيوماريت بدايتها اي، هاي الاي ال، اذا الاول الاندكس طبع لي 0 1، شفتوا لما طبعت اي ال طبع لي 0، اذا الاول الاندكس بعدين الاليمنت. نتذكر الاندكس فاصل الاليمنت، انا جربت بالاول هاي طبعا القيم 1 2 3 فولس 3 16%. طبعا انا هون طبعت بس الاليمنت ما طبعتش الاندكس، كان بامكاني اطبع الاندكس كمان. بدي اطبعها بطريقه اخرى، اليمنت بدي اكتب ال سب 0 يساوي كذا، كيف اكتبها؟ شوف بدي اكتب ال براكت مدموجه مع اي مدموجه مع براكت، بس انتبهوا اي اندكس رقم، بصير ادمجه مع سترينج لازم احوله ل اس تي ار اوف اي. طيب يساوي فاصلة element، شوفوا كيف راح يطبع لي، وين الفاصلة؟ ال sub 0 يساوي 1، ال sub 1 يساوي 2، ال sub 2 يساوي 3، ال sub 3 يساوي 4، ال sub 4 يساوي 3 16%. ذكرناك باللوب، اللوب زي ما كنت اشتغل على السترينج، بس هون بدل ما هي السترينج هي مجموعة من الرموز، الليست مجموعة عناصر. تقدر تعمل فور إليمنت إن ليست وتطبع مثلا العناصر، بتقدر تستخدم الإندكس، بتقدر تستخدم النيوماريت، كل الطرق اللي تعلمناها هناك بنقدر نطبقها كذلك على الليست. واضح الفكرة؟ واضحة كيف نشتغل على الليست؟ واضحة ولا لا؟ هون راجع يشرح لنا عن الميوتابل، كيف العنصر من عناصر الليست كيف بقدر اغيرها؟ طبعا راح يشرح بالتفصيل عن الميوتابل وعن السلايسنج، احنا مشينا بسرعه والميثودز. راح اذكرك المره الجايه، ذكرني اني اذكرك كمان بالسلايسنج، مع انه انت المفروض انك فاهمه بالتفصيل بالليست، المفروض انك فاهمه، بس المره الجاي، المره الجايه بعد العيد ان شاء الله الاثنين. كل عام وانتم بخير ان شاء الله. بعد العيد ان شاء الله يوم الاثنين راح نكمل، احنا ظل عندنا هذا اخر شابتر، بلكي كملناه بالاثنين والاربعاء، كل ما كملنا ابكر بتظل معكم مجال اكثر تصيروا تدرسوا، بالاضافه انه ظل عندكم كويز تمتحنوا، كويز راح نمتحنه، احنا ما امتحناش بالفانكشنز صح؟ راح نمتحنه اما بالفانكشنز او بالليست، يعني لهيك استعدوا ادرسوا المادة مظبوط قبل الفاينل،